السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من شهيوات الميمة. اليوم ان شاء الله غنحضروا الكاليت بالشوكولات. هاد الكاليت غنحتاجو ليه عندنا 2 معالق ديال العسل، 2 خمارات، 2 البيضات، كاس ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر كلاصي، عندي هنايا دقيق حسب الخليط، وعندي هنايا ليكستري ديال الحامض. وللتزيين عندي هنايا الشوكولات، وعندي هنايا 0 بيضة، وقهوة سريعة الذوبان، ونصف ملعقة ديال الكاكاو. دابا غندوب في العجين. الإناء اللي غنخلط فيه، نوضع كاس ديال الزيت، 2 البيضات، سكر كلاصي، ناخد الإكستري ديال الحامض، القياس هذا راس المعلقة، نحط المكونات اللي عندي، نضيف 2 معالق ديال العسل، دابا غنبدا نضيف الدقيق شوية بشوية حتى يتجمع ليا الخليط، نضيف 2 الخمارات اللي عندي، غنخلط شوية بشوية، هيا العجينة ديالنا تجمعات، دهنت يديا بشويه الزيت، وجدت اللاطه حدايا فهي دهنتها بالزيت، تقدروا تفرشوا لها ورق سوفيريتي او الالومنيوم اللي بغيتو،
مشكوره بحال هاد الشكل هذا، فتحها بهذا الشكل هذا. ناخذ الشوكولاته نستعمل الوسط، زيت طريف اخر بهذا الشكل هذا، نجمع بهذا الشكل هذا. من بعد ما كورت العجينه ديالي كامله كما طلعتوا معايا، دابا غندهنها بصفار البيض ونسكافي وكاكا هذا. غناخذ هذا العود هذا كما طلعت معايا، غنشرطها بحال هذا الشكل هذا بحال هذا الشكل هذا بحال هذا الشكل. دابا من بعد ما دهنا الكاريب ديالنا وشردناه، دابا غندخلو الفران، الفران يكون سخون حتى يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. هو الكاريب ديالنا وجد كما كتلاحظوا معانا، يجي الشكل ديالو زوين. كنتمنى انه
يعجبكم، بالصحة والراحة، ونتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة.